بالله سامحوني يا جماعة، من قبيلة وأنا نسمع فيكم وعندي ملاحظة. شوف لي حل. زينب، ما كنتش تعملوا كذا تعذرينا. لا يا أمي لا، هذيك الطلعة الأولى، أما الطلعة الثانية شنو هي؟ وخر وقدم وقال لي أختي زينب باش تحل باتيسري. من يسمع؟ كوبي كوبي، تو عاد تخلطوا في الخدمة بتاعي. شوف محلاها بالسوري، دي بريم فيها بريم، كلمة تنعبش وترد الروح. وما تنساش زادة سي عبد الفتاح الدين تاعها هذيك الأولانية، هي وحدها تطيح الدمار في الركايب. الدمار في الركايب عايش فيه ليل مع نهار يا دكتور. يا مبعد عايش خويا، ارجع معنا خنكملوا ذي وبعدها بشي روح بيسير السيوني فيك.